يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. تعال نروح نشوف مؤتمر عمر جابر قبل هذه المواجهه. كابتن نادي الزمالك يتحدث عن كثير من الامور، بس قبل ما نروح لعمر جابر عايز اوريكم لقطه طريفه شويه. جوميز النهارده كان فيه احد الزملاء المميزين الصحفيين المغاربه سالوا سؤال، او بمعنى ادق يعني قال كلمه طويله جدا لمده 5 دقائق تقريبا، وكان رد فعل جوزيه جوميز عليه رد فعل كان كوميدي جدا، بس كوميدي لذيذ يعني مش كوميدي ساخر يعني. تعال نشوف ونرجع نكمل. حاجة. وأكد بلاغ الزمالك للصحافة الرياضية الجادة في أم الدنيا أن كأس الكاف وضعه مسبقا الزملكاوي وبيده في خزانة النهضة البركانية. والصحافة الرياضية المحايدة في مصر الحبيبة أكدت مرارا السؤال مباشر لك، هذه أسئلة مباشرة، احنا في ندوة صحفية، أسئلة مباشرة. هذه توطئة طويلة، تفضل. لا مش توطئة، هذه واحدة أربعة ولا خمسة أسئلة في سؤال واحد. لا سؤال واحد مباشر، إذا ما كان سؤال مباشر أنمر السؤال الثاني. والصحافة الرياضية المحايدة في مصر الحبيبة أكدت مرارا ضعف الزمالك والحجة نتائج البطولة المصرية، وقبله أكد الإعلام الرياضي العربي والإفريقي البارحة فقط أن الزمالك 2024 ليس هو الزمالك 2019، وعوض بناء الفريق العريق على أسس صلبة في إعادة هيكلته كما فعل قبله النادي الأهلي، يهتم الزمالك فقط بتغطية نقصه بالشكوى، والدليل كوتش هو عدد الكؤوس في خزانة نادي الزمالك في الخمس سنوات الأخيرة مقارنة بعدد الكؤوس الإفريقية في خزانة النادي الأهلي. ما هو تعليقكم كوتش؟ Coach, that was a long question. Maybe we can do it at the end of the press conference. But it was more of a comment than a question. It's about how the club is dealing with any issue or any challenge facing the club. I think it's more directed to the administration. Can I just say a few words about it? Yes. So first of all, I didn't understand, of course, what you said. I like your cap. Looks a Portuguese cap. Very nice. A classical Portuguese cup, fantastic. I know one thing, that we came here representing a big club, and we just want that all the decisions of this game be solved in the fair way on the pitch. Just this. انا ما فهمتكش، بس اي لايك يور كاب، عجبه الكاب بتاعه، بس يعني مش عارف يقول. عاده يعني بنقول حتى لزملائنا ولينا ولكل الناس يعني المؤتمرات الصحفيه دي بالنسبه للزملاء الصحفيين هي بتبقى لسؤال. في بعض الناس ساعات بنواجهها دي يعني، وتبقى انت عايز تسال وعايز تنفعل وتسمع الاجابات، فتلاقي حد قام قال راي طويل جدا. هو المكان ده مش مكان للراي، انك تقول رايك في المباراه ورايك في اللي بيحصل، انت بتسال سؤال وتمشي وتاخد اللي بعده وهكذا يعني. السؤال كان طويل شويه، بس كان رد فعل لجوزيه جوميز رد فعل محترم وهادي ولذيذ يعني، ما عملش حوار يعني.